كيفية تعزيز ثقة الناخبين؟ يرمي ملتقى ترقية نزاهة المسار الانتخابي المنظم من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لإطلاع الإعلاميين وممثلي المترشحين لرئاسيات 2024 وممثلي هيئات المجتمع المدني على المعلومات والخبرات المرتبطة بهذا الشأن. رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ألقى كلمة بين فيها ضرورة السعي إلى إرساء دعائم تضمن شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما تعلمون فإن بلادنا تدخل الحملة الانتخابية المحضرة والمهيئة لانتخابات 29 يونيو مع 7 مترشحين، لذلك كانت طبيعة المعنيين والمستهدفين بهذا الملتقى تتضمن 4 مكونات أساسية. المكونة الأولى هم الإعلاميون، والثانية هم ممثل المترشحين للرئاسيات 7 بمعدل 2 عن كل مترشح، والثالث هم ممثل المجتمع المدني، والرابع هي الهيئات التنظيمية المكلفة بالتنظيم المادي للانتخابات سواء كان الأمر يتعلق بلجنة الانتخابات أو بتأمين النفاذ العادل بالنسبة إلى وسائل الإعلام بالنسبة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. لذلك يتنزل هذا التنظيم هذا المنتدى اليوم ضمن الاتفاق الحاصل بين السلطة العليا وبرنامج الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع دعم الصحافة للفترة الانتخابية بمكوناته المتعددة التي تشمل المزيد من التكوين والمزيد من التشبيك بين كل المتدخلين والفاعلين في المسار الانتخابي. بدوره الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أبرز الآليات التي اتخذتها اللجنة من أجل انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة. من الغبطة بالمكان أن نشارككم افتتاح هذه التظاهرة الهامة التي تتحدث عن ضمانات أساسية وجوهرية ذات صلة بالمسار الانتخابي، واسمحوا لي في المستهل أن أركز على نقاط أساسية مرتبطة بالضمانات ذات الصلة بالحقل الإعلامي دون غيره. أبرز هذه الضمانات هو حرص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على توفير المعطى الإعلامي والإحصائي بشكل شفاف وسريع عن طريق منصة مايساني، وتعلمون أنه متاح لكم الآن كإعلاميين الحصول على نسب ومعطيات إحصائية دقيقة بالضغط على زر على الشبكة على منصة مايساني، تجدون نسبة التسجيل الخاصة بالنساء ونسبة التسجيل من مختلف الفئات العمرية، وهذا بدون شك ضمان جوهري وأساس لشفافية ونقاء اللائحة الانتخابية التي هي مرتكز المسار الانتخابي برمته. فعاليات ملتقى ترقية نزاهة المسار الانتخابي تخللتها عروض تناولت الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية، وشملت موضوعات الأخلاق وأخلاقيات المهنة في فترة الانتخابات، مكافحة الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة في وسائل الإعلام، إضافة إلى مداخلات حول العملية الانتخابية وكيفية تعزيز ثقة الجمهور ودور المجتمع المدني في ضمان نزاهة العملية الانتخابية ودور الصحافة الإلكترونية والرقمية في نزاهة العملية الانتخابية وقراءة مشروع مدونة السلوك الجيد والتعديلات.